فيديو فاضح. الراقصة هي مستار تثير الجدل من جديد. في إطار مسلسل التفاهة عادت الراقصة هي مستار لإثارة الجدل من جديد بنشر فيديوهات صادمة وغريبة عبر حسابها على موقع تيك توك. وتنشر هيام المصابة بمرض نفسي فيديوهات رفقة شاب يبلغ من العمر 18 سنة مدعية أنه زوجها، إلى جانب فيديوهات أخرى ترقص من خلالها بشكل مثير. ودائما ما تثير هيام الجدل بخرجاتها وفيديوهاتها وصورها الغريبة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.